اقترحت كوريا الجنوبية يوم الاثنين عقد لقاءات لم شمل العائلات التي فرقتها الحرب الكورية لتكون في منتصف فبراير القادم، ورحبت بعرض كوريا الشمالية الذي قدمته مؤخرا بلم شمل الأسر. وقال المتحدث باسم وزارة التوحيد كيم إيودو إن بلاده عرضت أيضا إقامة محادثات الصليب الأحمر يوم الأربعاء لمناقشة تفاصيل لقاءات لم الشمل. مع الوضع في الاعتبار أمنيات تلك الأسر المشتتة، اقترحنا عقد فعاليات جمع شمل الأسر المشتتة في جبل كومغانغ لمدة 6 أيام من 17 إلى 22 من فبراير. وواصلت بيونغ يانغ مؤخرا محاولات حملت لهجة تصالحية مع سول تهدف في الأساس إلى إلغاء التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، لكن سول أكدت أن لقاءات لم الشمل والتدريبات العسكرية أمران مختلفان. يذكر أنه في سبتمبر الماضي ألغت كوريا الشمالية لقاءات لم الشمل قبل أيام من الموعد المقرر لإقامتها، ما مثل انتكاسة لجهود على مدى أشهر لتحسين العلاقات الثنائية. واتهمت وقتها بيونغ يانغ جارتها الجنوبية باستغلال هذه اللقاءات لتأجيج الصراع فيما بينهما، بينما وصفت سول هذا الإجراء بغير الإنسانية الذي حرم كبار السن من لقاء ذويهم. والكوريتان من الناحية النظرية لا تزالان في حالة حرب منذ انتهاء الحرب بينهما عام 1953 بإعلان هدنة وليس بتوقيع اتفاق للسلام. وتسبب الصراع في انفصال الملايين من العائلات، وتم حظر طرق التواصل بين البلدين سواء بالسفر عبر الحدود أو المكالمات الهاتفية. واندلعت التوترات بين الكوريتين في شهري مارس وأبريل العام الماضي عندما انتقدت كوريا الشمالية بشدة التدريبات العسكرية المشتركة، واتهمت سول وواشنطن بمحاولة دفعها إلى الدخول في حرب، بينما تصر الحليفتان على أن هذه التدريبات لأغراض دفاعية خالصة تهدف إلى اختبار القدرات العسكرية ضد أي عدوان تشنه الدولة المنعزلة. لكن هذا العام صاحبت مطالبة كوريا الشمالية بإلغاء التدريبات لهجة تصالحية، لكن سول رفضتها ورأتها غير صادقة. رحاب علاء، رويترز.